قام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بزيارة إلى ليبيا للدفع باتجاه تطبيق اتفاق باريس الذي نص على تنظيم انتخابات في كانون الأول ديسمبر من هذا العام. والتقى لودريان في طرابلس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا فائز السراج قبل سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين. وكان لودريان شدد أمس في تونس على ضرورة نجاح العملية التي تم إقرارها في اجتماع باريس في أواخر أيار الماضي. Il s'agit d'un message d'amitié au peuple libyen. إنها رسالة صداقة تجاه الشعب الليبي، ولكن أيضا رسالة دعم. أولا دعم جميع القوى الليبية التي تحارب الإرهاب في جميع أنحاء الإقليم. هذه المعركة ضد عدو أثكل بلدينا، هي معركة مشتركة وسنواصل القيام بها معا. وفي باريس التزم المسؤولون الليبيون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد تقويم دقيق بنهاية العام، وهذا ما خططت له خطة العمل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد سلامة. هذا ما يطمح إليه الشعب الليبي، وقد سجلوا بأعداد كبيرة في القوائم الانتخابية. هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه.